صورة تمام واضحة صوت ضعيف طيب حاول اني اوي ما بعرف اذا بعتقد لازم يكون الصوت منيح تمام طيب نتوكل على الله نبدا اليوم ان شاء الله حنتكلم نتكلم بموضوع جديد بقى غير المواضيع اللي حكيناها طبعا المواضيع اللي حكيناها من قبل اللي هي كيف نرسم المناطق كيف نقيمها كيف نثبتها وكيف نرسم الترند وكيف يتحول الترند كمان كلها هاي مواضيع أولية نعم أخ أحمد بتنكسر المنطقة بنقطة واحدة بس ذيل صغير بيكسر المنطقة مهما كان هذا الذيل صغير، نقطة واحدة تكفي لكسر المنطقة. لكن في نقطة مهمة خلينا اليوم نحكي عنها كمان انه دائما الستوب في له قواعد محددة بيحط فيها الستوب. فنحن بنحسب حساب انه تنكسر المنطقة ولو بنقاط معينة وبعدها يطلع السعر يكمل باتجاه الهدف. في شي عندنا اسمه غرفة الحماية، غرفة الحماية. طبعا غرفة الحماية تختلف بين كل زوج وزوج وبين كل فريم وفريم نحكي عنها ان شاء الله بعد شوي عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام مش عارف اذا الصوت تمام عند الكل اخ سالم عم لي الرقم اثنين في مشكلة عندك طيب عسى خير ممتاز حنحكي اليوم كيف نبدا نحلل ان شاء الله بشكل مبدئي طبعا حنرجع لهذا الموضوع بشكل اوسع من هيك بالدرس الاخير لكن نحن بالعرض والطلب بنحاول دائما نحلل على اكثر من فريم ليش لانه الصوره لازم تنشاف كامله من كل الاماكن دائما لما بنشوف فريم واحد وبنشتغل عليه بنكون من الصوره منقوصه جدا فاذا دائما بنحلل ثلاث فريمات اليه اتخاذ هي الفريمات بين الفريم والفريم ما لازم يكون النسبة واحد لاتنين. كيف يعني؟ يعني ما بإمكانك تاخذ فريم الساعة وتاخذ بعده فريم النص ساعة. ليش؟ لأني هاد بالنسبة لهاد هو واحد على اتنين، وهي النسبة غير مقبولة بين الفريمات. فإذا خلينا ناخذ القوالب جاهزة، إما بنشتغل شهري، أسبوعي، يومي. طبعا دائما في العرض والطلب بنحلل وبناخذ القرار على الفريمين الكبار نتخذ القرار على الفريمين الاكبر والفريم الدخول ما هو الا مكان لتطبيق القرار اللي اخذناه على الفريمات الكبيره يعني اذا الشهر والاسبوع بيقول لي شراء وجيت على فريم الدخول لقيت شيء مناسب مع الشراء بدخل شيء غير مناسب مع الشراء بنتظر الفرصه المناسبه للشراء لكن ما بدخل بيع ابدا السيكونز الثاني اللي هو الاسبوعي يومي أربع ساعات بالنسبة للعملات أما بالنسبة للأسهم فهو أسبوعي يومي ساعة فإذا هذا السيكونز الثاني أسبوعي يومي أربع ساعات بالنسبة إلى الأسهم أسبوعي يومي ساعة طبعا أنتم لو تلاحظوا الشهري كم أسبوع أربع أسابيع الأسبوع كم يوم خمس أيام فإذا كل هاي نسب مقبولة اليوم كم أربع ساعات في الفوركس ستة فإذا النسبة مقبولة أما بالنسبة لل للاسهم فاليوم هو اربع ساعات وحده فما بيمشي الحال لذلك لازم ناخذ يومي ساعه بعده طبعا السيكونز اللي بعده اللي هو يومي اربع ساعات ساعه هذا بالنسبه للفوركس اما بالنسبه للاسهم يومي ساعه ربع ساعه وهكذا وانت نازل لتحت حتى توصل اخر شيء اللي هو ربع ساعه خمس دقائق دقيقه كل القواعد تطبق على الثلاث فريمات كيف ما كانت تكون طبعا مثل ما اتفقنا كل ما كانت الفريمات اعلى كل ما كان الموضوع موثوق اكثر لانك انت عم بتشوف صح اكثر عم بتشوف الصوره كامله كل ما نزلت الفريمات الاقل كل ما بدها تزيد الستوبات نسبه الاستوبات بالنسبه للدخول اكثر حتكون طيب الان اتفقنا انه نحن بغض النظر عن اليه اتخاذ هذا القرار لكن اذا انا عندي الشهري صاعد او عفوا الشهري والاسبوعي عم بيقولوا لي شراء وجيت على فريم الدخول لقيت الترند عندي صاعد فأنا قراري شراء عند كل منطقة طلب جديدة القرار على الفريمات الأعلى بغض النظر كيف آلية اتخاذ هذا القرار القرار شراء لما بيجي على فريم الدخول وبلاقي ترند صاعد فأنا الترند على فريم الدخول هو متوافق مع القرار فإذا القرار شراء عند كل منطقة جديدة طبعا منطقة جديدة يعني مثبتة وتقييمها ممتاز وكل الامور فيها تمام، فإذا عاد السعر إليها نشتري. لكن هل هذا الكلام هو دائما هيك صحيح؟ هل دائما إذا كان القرار بيع وجيت على فريم الدخول لقيت الترند هابط وعندي منطقة جديدة مثبتة وتقييمها ممتاز، البيع عليها يكون ممتاز؟ طبعا في تقييم إذا بتتذكروا حكينا فيه اللي هو الموقع، الموقع شيء في غاية الأهمية. انتم معي شباب؟ ما حدا بيكتب لي شيء. تمام الامور طيبه ممتاز ان شاء الله. تمام حاسس اليوم العدد زايد وكأنهم مفتكرين اليوم في واو تريد، واو تريد الاسبوع الدرس القادم ان شاء الله، طيب بكل الاحوال. فاذا اتفقنا على انه القرار اليه اتخاذ القرار نحكي عليها بعدين ان شاء الله لكن اليوم اذا كان القرار شراء على فريم الدخول على الفريمات الاعلى وجيت على فريم الدخول لقيت الترند صاعد فانا اشتري عند كل منطقه جديده مثبته ولكن هذا الكلام فقط يكون اذا كان الطريق الدامي فاضي لفوق كيف يعني هون بيدخل شيء معناه اسمه الكيرف طبعا في مفهومين في الكيرف اول شيء شو هو الكيرف الكيرف انك تروح على الفريم الاكبر او الفريم الاوسط لكن الاساس هو الفريم الاكبر لكن كمان يجوز بالفريم الاوسط ترسم اول منطقه طلب يعني مثلا في هذا الزوج نرسم اول منطقه طلب واول منطقه عرض طبعا لازم تكون الطلب مثبته والعرض مثبته هي ليش طلب هي طلب لانها كسرت عرض هون كسرت رين خليني اشرحها اكثر هي طلب لانها كاسره هي العرض اللي كاسره ترند هي طريقه اثباتها طيب وهاي عرض ليش؟ لانها كاسره هي منطقه الطلب اللي هون، اللي هي شمعة البيس الصغيرة، اللي هي نفسها كاسرة هي المنطقة، فإذا عندي منطقتين مثبتات، منطقة العرض اللي فوق ومنطقة الطلب اللي تحت. هذا المجال أو هذا الحيز الفراغ من هون حتى هون يسمى اي سي بي. هي ليش ما أخذت هي؟ لاني هذه انكسرت اي منطقه بس تنكسر ينتهي الموضوع بس انكسرت يعني انا لو جيت ارسم هاي المنطقه فهي مكسوره بس انكسرت المنطقه توفيت الى رحمه الله خلاص ما لها لزوم نهائيا طيب فاذا انا عندي الان المجال بين منطقه الطلب ومنطقه العرض هذا المجال او هذا الفضاء يسمى الكيرف طيب اللي بيهمني بالكيرف امرين طبعا الامر الاول اللي هو موقعي من الكيرف خليني ارسم بس هون هي ارفعها شوي لفوق افضل ايوه تمام لما السعر بيكون واصل الى منطقه الطلب وبيبدا يصعد فانا مع كل شراء كل شراء كل شراء كل شراء حتى اوصل لمنطقه السبلاي هلا لما اوصل لمنطقه السبلاي بيصير يعني من الاجحاف انك تروح تشتري امام سبلاي شهريه مهما كانت ضعيفه يعني مثلا انا لو نروح لليومي بعد ما دخل السعر المنطقه الشهريه فبده يصير اي منطقه طلب من الصعب انك تشتري عليها هلا ممكن تنجح احيانا ممكن تنجح لكن في اغلب الاحيان حيكون غلط الشراء عليها لاحظ هاي منطقه الطلب داخل المنطقه الشهريه السعر نزل كسرها رجعنا رسمنا منطقه طلب ثانيه هون منطقه الطلب جيده ومع ذلك السعر كسرها منطقه الطلب هون السعر كسرها ليش؟ لاني انا في مناطق او السعر في مناطق البيع. فانا محكوم في مكان معين، الترندات عندي صاعده عم بتقول اشتري، لكن الموقع انا عندي هون عندي سد منيع يسمى سبلاي شهريه، عم بتقول بيع، فانا ماني قادر اشتري بسبب اني داخل سبلاي شهريه، وماني قادر اني ابيع لاني الترندات عندي اياها صاعده. فاذا القرار المفروض يكون انتظار حتى يحصل شيء معين، طبعا الشيء اللي حصل ايش بعدين؟ حصل ايش عم بيصير عم بتلخبط الدنيا طيب حصل عندي كسر ترند هذا الترند اللي انكسر شكل لي منطقه هون، طبعا انا ما دخلت صفقه لكن لاحظ انه البيع افضل من الشراء وهي الى الان جابت ارباح فاذا الان بغض النظر عن التجاره لكن نحن عم نقول انه اذا كان الترندات صاعده والقرار شراء فانت تشتري طالما انه الطريق قدامك فاضي يعني هون عمل لك منطقه طلب الامور جيده اشتري اوكي لكن لما بقى تطلع وتصير داخل السبلاي فالافضل انك توقف عن الشراء لانك داخل منطقه البائعين السيطره فيها مع البائعين اذا لما يوصل السعر الى مناطق السبلاي الشهريه تصبح السيطره مع البائعين ويصبح الشراء خطر ولما توصل او يوصل السعر الى مناطق الطلب يصبح اللي هون لما وصل لمنطقه الطلب بيصير كل البيع خطا ليش خطا لانك انت وصلت الى مناطق شراء كبيره وهائله على الفريم الاعلى احسنت يعني ما يمنعني من الشراء ملامسه منطقة العرض وليس القرب منها، يعني الكلام بالضبط انت حكيته صح، يعني انت طالما انه الترند ماشي لفوق فانت تشتري، فإذا لمست منطقة العرض أصبحت السيطرة مع مين؟ مع البائعين لازم أوقف. أعطيك مثال ثاني، مثلا اللي صار بالدولار الكندي. وين الدولار الكندي؟ أي الدولار كندي؟ لاحظ السعر لمس المنطقة الشهرية طالما كان السعر صاعد وماشيين معه لفوق فنحن مع قرارات الشراء فلما لمس الشهرية بيصير الشراء خطأ من المناطق اليومية ليش خطأ؟ لأنك وصلت إلى مناطق على فريمات أعلى ما بتخليك تشتري وبيخلي الشراء فيها خاطئ تمام واضح موضوع الكيرف الان انا بغض ما بدي ادخلكم في موضوع كيف في رسم الكيرف ببساطه شديده ارسم اول سبلاي اول ديماند اول سبلاي بتقابلك للسعر اول ديماند بتقابل السعر هذا المجال بين السبلاي والديماند بنسميه الكيرف اللي بيهمني في الكيرف فعليا كلمه السر في الكيرف كلها هي السيطره مين المسيطر في الكيرف اذا السعر صاعد من ديماند فالمشترين هم مسيطرين اذا السعر نازل من سبلاي فالباقيين يعني هم مسيطرين في كلام ينحكى كان عن انه انا بقسم الكيرف ثلاث اقسام اذا انا في المنطقه الوسطى فانا ما مع ليس مع الشراء وليس مع البيع اذا في المنطقه العلويه فانا مع البيع اذا في المنطقه السفليه فانا مع الشراء طبعا هذا كلام في العرض والطلب خاطئ طالما انك انت صاعد ولسه ما لمست سبلاي حتى لو كنت في 80% 90% من الكيرف فانت مع الشراء فاذا لمست السبلاي وقف وانتظر شو حيصير او طبعا اذا كان بتحسن تبيع ممكن تبيع حتى. واضحه النقطه؟ في سؤال عليا؟ في شيء بعيد عليا شيء؟ طيب ما في سؤال ندخل ل بغض النظر عن السيكوينز الكيرف يؤخذ من اعلى تايم فريم، يؤخذ باعلى تايم فريم ويؤخذ كمان بالاوسط، يعني كمان اذا انت وصلت الى سبلاي اسبوعيه فكمان لازم توقف، لان السبلاي الاسبوعيه اقوى من اليومي. يعني الكيرف دائما في الفريمات الاعلى من فريم الدخول، لكن الفريم الاعلى هو الافضل بالنسبه لي، هو صاحب القرار الاكبر. متى تبدا البيع اذا؟ تبدا البيع حسب الحاله، يعني مثلا القواعد كانت تمنعني من الدخول على الكندي ليش؟ لأني يعني عندي أن المنطقة الشهرية في واحد من التقييمات المهمة مش محقق اللي هو مش عامل اثنين لواحد فأنا أنتظر تأكيد فالتأكيد إيه ما بيحصل؟ يحصل التأكيد لما بينكسر ترند صاعد على اليومي أو لما تنكسر منطقة طلب حنحكي إن شاء الله في دروس قادمة نبدأ البيع متى نبدأ البيع متى نبدأ الشراء الان احنا حكينا بتفصيل صغير كثير شو هي التفصيله هي ابسط تفصيله نبدا فيها شراء وبيع شو هي انه انا اذا كان القرار عندي شراء فانا بشتري مع كل منطقه جديده حتى اوصل الى منطقه على فريم اعلى بوقف عن الشراء اذا كان القرار بيع فانا ببيع مع كل منطقه جديده لحتى اوصل الى منطقه طلب على الفريمات الاعلى وهون بوقف لاني بكون اخذ السيطره الفريم الاكبر مني والاقوى مني طيب الان ندخل بموضوع ثاني اللي هو التداخل لاحظوا معي انه نحن اذا كان عندنا القرار شراء القرار شراء بالفريمات العاليه وحكينا انه الترند صاعد فنشتري عند كل منطقه جديده هذا اللي حكينا لكن اذا كان القرار على الفريمات العاليه شراء وجينا على فريم الدخول ولقينا الترند ليس صاعد يعني شو ما كان ولكن ليس صاعد يعني هابط هابط مكسور صاعد مكسور المهم انه ليس صاعد بمعنى انه الترند على فريم الدخول غير متوافق مع القرار المتخذ من الفريمات العاليه القرار او الترند على فريم الدخول غير متوافق مع القرار المتخذ من الفريمات العاليه فعند هاي الحاله يمنع الشراء عند اي منطقه جديده يمنع الشراء عند اي منطقه جديده الا لو كانت متداخله مع فريم اعلى ما زال متوافق مع الشراء كيف يعني اول شيء شو يعني تداخل التداخل ان تكون منطقه من فريم اصغر متداخله مع منطقه بفريم اعلى يعني مثلا هاي المنطقه يوميه لو روح الاسبوعي هاي منطقه اسبوعية، طبعا لازم يكونوا مسبوتات، مثبتات يعني. فلاحظ انه هي المنطقة اليومية هي داخل المنطقة الأسبوعية، فإذا هي متداخلة. لو كانت هيك متداخلة، لو كانت هيك متداخلة، أما هي اللي فوق ليست متداخلة لأني الخط اليومية غير متداخل مع خط الأسبوعية، ولو كان بنقطة، ولكنها غير متداخلة. فإذا التداخل أنه يلمس الخط الخط. فإذا لمس الخط الخط تكون متداخلة. فإذا القرار إذا كان شراء وجيت على فريم الدخول لقيت الترند مش صاعد فيمنع عليك الدخول على أي منطقة إلا لو كانت منطقة متداخلة. نعطيكم أمثلة. الباوند استرالي الآن افتراض يعني افترض الآن افتراض أنت انه القرار شراء هو طبعا الان قرار بيع على الباوند لكن فرضاً القرار شراء جيت على فريم الدخول وجدت الترند عندي صاعد مكسور الان بيجي برسم مناطق الطلب عندي هاي المنطقه عندي هاي المنطقه عندي هاي المنطقه عندي مثلا هاي المنطقه طبعا كلهم لازم اثبتهم اذا بدي أرسمهم الان متى استطيع الشراء الترند عندي على فريم الدخول اصبح صاعد مكسور لما يكون صاعد مكسور معنى القرار اذا كان قراري على الفريم الاعلى شراء معنى هذا انه انا لا استطيع الشراء على اي منطقه طلب الا لو كانت هذه الطلب متداخله مع الفريم الاعلى اللي هي ايش الاسبوعي الان نروح للاسبوعي بنحاول من نرسم منطقه الطلب منطقه الطلب الاسبوعيه هي هون الان نرجع لليومي أي منطقة طلب متداخلة مع الأسبوعي المنطقة الأولى الثانية الثالثة طبعا الأسبوعية هي هي بالضبط فإذا إذا كان القرار شراء على الباوند استرالي فأنا هي القاعدة ستمنع علي الدخول على المنطقة الأولى والثانية هل من الممكن أنه تنجح؟ أو أحيانا كثير بتنجح ما بعرف لكن أنا مباشرة من وقت ما انكسر الترند على فريم الدخول إذا بدي أعلق أمر شراء بعلقه على الثالثة وهدول بطنشهم تماما طيب معقول هيك؟ نعم معقول طيب شوف الآن هاي القاعدة نفسها كيف كانت رائعة بالطريق الأول شوف الآن عندك هون منطقة يومية وعندك هون خلينا نرسم منطقة يومية وعندك كمان هون منطقة يومية وعندك هون منطقة يومية هاي المناطق اليومية والترند عندك على اليومي عليكم السلام ورحمة الله أحمد عم بيقول إذا كان الترند هابط على فريم الدخول وشراء على الفريم الكبير هل استطيع البيع حتى اول منطقه شراء ام خطر تستطيع لكن هذا يعتبر عكس الترند رح نحكي عنه ان شاء الله بدرس الاخير كيف نشتري ونبيع باذن الله تعالى لكن تستطيع لكن يعتبر عكس الترند في مخاطره طيب الان الترند عندي على فريم الدخول انا مثلا بدي يكون قراري بيع انا من وقت لما صار هون الترند صاعد وانا عم بفكر من وين انا بدي ابيع الترند عندي صاعد طبعا هون القرار شراء لكن انا من وين بقدر ابيع هذا المهم هذا القرار مباشره بدي اروح على الفريم الاعلى اللي هو الاسبوعي راح اجي ارسم منطقه اسبوعيه اولى ومنطقه اسبوعيه ثانيه الان السؤال المهم جدا ليش السعر لم يستجب لمنطقة السبلاي الأولى الأسبوعية. في حدا ممكن يجاوبني؟ ليش السعر ما ارتد من المنطقة السبلاي الأسبوعية الأولى؟ خليني أوضح لكم إياها أكثر. أنا عندي الترند الشهري هابط. وعندي منطقة سبلاي هون وعندي منطقة سبلاي هون الآن حروح للأسبوعي ليش مش مثبتة؟ أنا ممكن أثبت لك إياها إذا بدك يعني هاي سبلاي كاسرة هاي الديماند اللي كاسرة هاي السبلاي وهي السبلاي كاسرة هاي الديماند اللي هون اللي كاسرة ترند يعني ممكن لاقي لك إثبات إلها هي مثبتة، لكن حتى لو كانت مثبتة، هل يسمح لي في البيع عندها؟ الترند هون كان قبل ما يصير الترند عندي صاعد، شو كان الترند الاسبوعي؟ الترند الاسبوعي عندي احسنت غير متداخلة، ترند هابط مكسور. الآن بما إنه الترند هابط مكسور لما كسر الترند صار البيع يمنع عليك إلا من منطقة سبلاي أسبوعية متداخلة مع شهرية. الان احنا ايش كنا عم نقول اذا كان قرار نبيع نحن الان رحنا على اليوم ما بيكون تتلخبطوا كثير لكن انت على اليومي اليومي ترند صاعد انت عم تفكر من وين انا بدي بيع انت هون مع الشراء عم تشتري لكن عم تفكر انت انا من وين لازم ابيع جيت انت رسمت مناطق السبلاي اليوميه وقعدت تفكر وين انا بدي بيع عم بتدور على المنطقه المتداخله مع اسبوعيه لقيت عندك هي المنطقه الحمراء متداخله مع اسبوعيه ولقيت عندك فوق المنطقه الفضيه متداخله مع الاسبوعيه طيب جميل جدا الان اصبحت الكلام للاسبوعي لأن اليومي ما بقى له قيمه معناها كل المناطق اليوميه اللي تحت ما لها قيمه بشيلها شوف كيف السعر ما بيحترمها ابدا ولا كانها موجوده عم يكسرها ولا كاني في شيء خالص ليش لاني ترند صاعد هون بنشوف الاسبوعي جينا على الاسبوعي لو الترند عندي هابط على الاسبوعي فانا اول منطقه اسبوعيه بشوفها ببيع عندها لكن الترند على الاسبوعي هابط مكسور وبما انه هابط مكسور يمنع علي اني بيع الا عن منطقه اسبوعيه متداخله مع شهريه الان عندي منطقتين هي الاولى الحمراء والثانيه الفضيه اللي فوق لما رحنا للشهري وين المنطقه الشهريه هي المنطقه الشهريه وين الاسبوعيه المتداخله معها فقط الفضيه اللي فوق فاذا صار عندي منطقه يوميه منطقه يوميه اللي هي هاي هي, هي. متداخله مع الاسبوعيه اللي هي هي متداخله مع الشهريه اللي هي هي فهي منطقه البيع الجيده فاذا من هون ممكن نبيع ممكن لكن احنا ما بعنا لاسباب تانية طبعا هو طول كثير فيها هون فاذا انا الان من وقت اللي ما كانت ترند صاعد على اليومي عارف اين هي المنطقه اللي المفروض هي حترد السعر تمام واضح شو يعني تداخل؟ التداخل مهم جدا لانه له فائدتين رئيسيات. لو كنت في هذه الحالة وتاجر على اليومي المفروض حسب قواعد ما ادخل ضد منطقة الاسبوعية اي منطقة اسبوعية الحمراء هي اللي تحت تقصد هاي الحمرة اللي تحت ما ادخل ضدها هلا انت اذا كنت داخل على اليومي في منطقة شراء اولى مثلا هاي هاي منطقة الطلب فرضا داخل على هاي المنطقة الطلب والسعر صاعد فالمفروض لما توصل منطقة اسبوعية على الاقل تعمل مانجمنت لصفقتك اما تغلق النصف تحط ستوبك على الدخول لانك وصلت سبلاي اسبوعية لكن انت جبت ثلاثة لواحد لكن اكيد هون حيكون الشراء مفروض انه ضعيف لكن متى صار الشراء كويس لما كسر الاسبوعيه ونزلها لكن هون ما وصل للمنطقه اليوميه وصعد طيب اذا الفائده عندي فائدتين عظيمات جدا جدا من موضوع التداخل الموضوع الاول من وقت ما بينكسر الترند على فريم الدخول فانت تلغي كل المناطق غير المتداخله وبتروح تعرف انت من وين لازم تبيع وتشتري بالضبط يعني ضربكم مثال تاني مثلا هون على فكرة كثير كثير موضوع بسيط وسهل وكثير يعني مجدي يعني لو تلاحظ هون مثلا أنت افترض أنك أنت بدك تشتري رحت على فريم الدخول لقيت الترند انكسر عندك منطقة طلب هون منطقة طلب هون لا بالعكس منطقة طلب هون هلا بعد ما انكسر الترند بعد ما انكسر الترند من أي منطقة الطلب أنا بدي أشتري؟ الموضوع بسيط جدا. انكسر ترند، طبعا نحن الآن ما عم نحكي في القرار، أنت الآن عم تلاقي صعوبة لأنك ما بتعرف تتخذ القرار، طيب القرار حنحكي عنه بعدين، لكن افترض أنت مثلا أنه القرار شراء وانكسر ترند الدخول، من وين أنا بدي أشتري؟ من المنطقة المتداخلة، جيت رسمت كل مناطق الطلب ورحت على الأسبوعية، وين حأرسم منطقة الطلب؟ حأرسم منطقة الطلب الأسبوعية، هي منطقة الطلب الأسبوعية. الآن بروح لوين؟ برجع لليومي. وين المنطقه اليوميه المتداخله مع الاسبوعيه هل الاولى هل الثانيه هل الثالثه الثالثه فاذا وين لازم يكون الشراء من الثالثه لاحظ السعر كيف عم يتجاوز هاي المناطق بكل سهوله ولا كاني موجود المناطق مع انها مناطق قويه وتقييمها ممتاز لكن لا قيمه للتقييم امام التداخل اول شيء لازم يكون المنطقه متداخله فاذا من هون بتحط امرك امر الدخول ومن هون بتحط ستوبك هلا هذا لا يعني انك انت ما كنت بتقدر تبيع هون، إذا في أي فرص بيع كنت بتقدر تبيع إذا كان الموضوع في عندك قرار في البيع، لكن أنت عارف تماما من وين تشتري. زائد التداخل حيفيدك في الدخول في تحديد أهدافك، أهم عامل في تحديد الأهداف هو التداخل. كيف يعني؟ يعني مثلا هون عندي ولنفرض فرصة بيع كان. على الأربع ساعات لقيت فرصة بيع. سابقا انت اول ما توصل منطقه يوميه حتخرج ليش لانه وصلت منطقه طلب يوميه اما الان فانت بما انه اليوم انكسر فانت عارف انه هاي المنطقه ما لها قيمه هاي المنطقه ما لها قيمه هاي المنطقه اللي لها قيمه فانا وين بدي احط اهدافي الاكبر اذا كنت عم بدخل طبعا انا الان في مرحله ما عم بدخل انا وبتابع الصفقه مع يعني بمشي مع وراها انا عم بدخل في مرحله بسيطه جدا هي بحط هون دخولي وهون ستوبي وبجيب ثلاثه لواحد وبخرج طبعا في مراحل متقدمه ممكن اني يصير اتبع السعر وامشي وراه، لكن الان انا هذا مش اهدافي، لكن اذا انت عم تتبع السعر وراه وعندك صبر على الصفقه فانت هدفك النهائي بيكون على المناطق المتداخله. تمام؟ نقطه واضحه؟ تمام التمام يعني اختصارا مع كسر فن منطقه المتاجره نذهب مباشره الى الفريم الاعلى ونرسم مناطقه ونبحث عن المتوافق مع فريم المتاجره بالضبط ممكن بكل بساطة هيك يكون الموضوع. أنت أنا حأرسم لك إياهم، افترض عندك شهري صاعد، أسبوعي صاعد، يومي صاعد مكسور. حتشتري وين؟ حتشتري عن منطقة يومية متداخلة مع أسبوعية، لأني الفريم الأسبوعي صاعد. فإذا الشراء من هون. طيب صاعد هابط؟ هابط. حتشتري من منطقة يومية متداخلة مع إيش؟ مع أسبوعية ولا مع شهرية؟ مع الشهري ليش؟ لأن يعني الأسبوعي كمان معاكس للقرار فإذا بدي أروح بقى للشهري أمر بهاي يعني هاي الرسمة هيك بتختصر كل الوضع ببساطة لكن خلونا نوقف بمكان صغير هون هل دائما نحن الآن عم نتفق أنه المناطق اليومية إذا متداخلة مع أسبوعية فهي قوية جدا وممتازة جدا وهي اللي بنبحث عنها إذا كانت ترند مكسور لكن هل دائما التداخل يعطي قوة للمنطقة؟ لا مش دائما ليش مش دائما لاني نحن شوف الان نحن اتفقنا او بالدروس الماضي اتفقنا انه دائما ما بعرف اذا او بجوز ما اتفقنا هلا بنتفق دائما لما يكون في تداخل يعني اذا اليومي متداخل مع اسبوعي فلا يوجد كلام لليومي يعني اليومي بيسكت مثل واحد بحضرة أبوه ما بيصير يفتح تمه ويحكي كلام طالع نازل ولا هو اللي بيتخذ القرارات ما دام الأب موجود الأب هو اللي بيحكي مثل الوزير لما يكون قاعد مع رئيس الوزراء الوزير ما له كلام لكن الوزير في مكتبه لحاله هو الآمر الناهي كل ما كبر الشخص الموجود او المنطقه الموجوده فالكلام والقواعد تؤخذ منها طيب شو يعني هذا الكلام يعني الان بدي اياك تتخيل انه عندك منطقه يوميه رائعه داخل منطقه اسبوعيه هاي المنطقه الاسبوعيه مثلا مش عامله اثنين لواحد واحد شو بنصير نحكم على اليوميه بنصير بنقول اليوميه سيئه جدا مع انه مع انه هي بذاتها تقييمها ممتاز ومثبتة لكن حظها العاثر أنها متداخلة مع منطقة سيئة خلاص بتنسى كل شيء فيها كويس وبصير هي سيئة مش بس هي يعني إذا عندك منطقة أسبوعية سيئة تصبح حتى منطقة الدقيقة اللي داخلها سيئة بتورث كل شيء داخلها السوء أعطيكم مثال هاي منطقة يومية هاي المنطقة اليومية جيدة كتقييم بشكل عام أغلب التقييمات فيها ممتازة لكن ليش انكسرت بكل سهولة؟ لأنها ببساطة متداخلة مع أسبوعية سيئة ليش هاي ديماند أسبوعية؟ حدا بيقول لي ليش هاي ديماند أسبوعية؟ كيف إثباتها هاي؟ ليش هاي طلب أسبوعية؟ كسرت كسرة ترند هابط أحسن فإذا هي طلب اسبوعية، طيب من شو تشكو هي الطلب الاسبوعية؟ شو فيها مشكلة بالتقييمات؟ ليش ضعيفة؟ مش عاملة اثنين لواحد احسنت. فإذا هي المنطقة الاسبوعية ما عملت لم يخرج السعر منها بمقدار ضعف حجم المنطقة، فهي منطقة ضعيفة تحتاج تأكيد. كل المناطق اللي داخلها تصبح تحتاج تاكيد فاذا هاي المنطقه اليوميه ما بقى بصير ندخل عليها بامر معلق وانا بذكر هاي المنطقه تماما لانه في كثير ناس خسرت فيها فاذا هون طبعا ما حصل التاكيد وانتبهوا شباب التاكيد ليس برايس اكشن يعني هاي هاي شمعه همر وهاي بعدها شمعه ابتلاعيه احلى من هيك بدك يعني هاي برايس اكشن المفروض انه السعر بده ينطلق في واحد سالني في اول حصه هل ننتظر برايس اكشن ولا مش والله يمكن في الويبنار الوينو... ما بتذكر البرايس اكس الاكشن لا قيمه له ابدا هي شمعه همر انعكاسيه وهي شمعه ابتلاعيه شرائيه المفروض السعر بده ينطلق لكن السعر كسرها فاذا التاكيد هو واو تريد على فريم الاصغر من فريم الدخول رح نحكي عليه في الدرس القادم الخلاصه انه المناطق المتداخله تصبح سيئه جدا اذا كان المنطقه الكبرى سيئه لاي سبب إن كان كيف يعني يعني مش عامل اثنين لواحد مش فريش مش خارجه منها شمعه كامله خارجها أه، تركيبها سيء أه، شموعها أه، خروج منها سيء اي شيء بيخلي المنطقه الاسبوعيه ضعيفه تصبح اليوميه اللي داخلها ضعيفه. اوكي؟ طيب هذا درس التداخل. انا ما بعرف اذا شرحي سريع اذا في شيء حابين اني اعيده من كل الكلام سواء التداخل او الكيرف انا جاهز اعيده قبل ما احكي في النقطه اللي بعدها اللي هي وين بحط اوامر وين بحط ستوباتي في سؤال تحبوا ناخذ امثله كمان على التداخل طيب ناخذ امثله كمان اوكي طيب تعالوا نحاول نشوف أمثلة من شيء موجود هلا مثلا الباوند نيوزيلندي شوف هذا بيأكد لك هاي المنطقة ليش ما صمدت ليش كسرها السعر ولا كأني موجودة شوف على المنطقة ما أروعها في أحلى من منطقة فيها ثلاث شموع طويلة شموع ممتازة ومع ذلك كسرها السعر ولا كأني في طلب ولا كأني في مناطق وهي مثبتة على فكرة شو في في سؤال عفوا هل هناك شروط في السيكوينز؟ ما فهمت شو بتقصد بشروط يعني آلية اتخاذ القرار حكينا حنحكي عليها في درس أخير إذا الفريمات الأكبر هابط هابط الدخول صاعد أخ محمد شو بتقصد؟ ما فهمت سؤالك إذا الفريمات الأكبر هابط هابط الدخول صاعد ما ما فهمت سؤالك عن شو عم تقصد؟ عن اي مثال الان نحن عندنا هون ترند على هذا الزوج صاعد مكسور هلأ اصبح هابط هل يسمح لي في الشراء من اي منطقه طلب ولا لازم تكون منطقه الطلب متداخله مع فريم اعلى؟ متداخله لازم تكون طيب بنروح على الاسبوعي هل يوجد عندي منطقه اسبوعيه؟ في عندي منطقه اسبوعيه هون طيب لكن لاحظ الان شموع هاي المنطقة الاسبوعية كيف بدي ارسمها مش عارف شايف هاي شموع الدرج حكينا عنها في الدرس الاول فانا بالنسبة لي المنطقة سيئة طيب شو بعمل يعني معناها هاي المنطقة اليومية اللي تحت مش حأشتري عليها بامر مباشر ولكن حانتظر عندها تأكيد اللي هو على الاربع ساعات كسر تريند التأكيد دائما بامكانك تلجأ له والامر كتير بسيط وامر صار مثلا بالاسترالي دولار أكثر من مرة يعني انا بفضل احسن ما اخسر اني انتظر تاكيد طيب بلكي راح علي اذا راح علي معلش افضل ما اني ادخل بصفقه اخسرها نحن حكينا هون انا كان بدي تاكيد لما رحنا على الاربع ساعات صار عندي سبلاي كسرت منطقه الطلب فصار عندي دخول هون امن بستوب صغير وجابت لي ارباح رجعنا هاي المنطقه مثلا في ناس ما دخلت عليها الا بعد تاكيد هاي السبلاي طيب هل حصل تاكيد بنروح على الاربع ساعات نرسم ترند صاعد انكسر ترند الصاعد شكل لي سبلاي هذا التأكيد بكل بساطة جابت أرباح جيدة فإذا دائما ممكن تنتظر تأكيد فأنا على الباوند نيوزيلندي في هاي المنطقة علشان أشتري راح انتظر تأكيد لسببين لسببين السبب الأول اللي حكيت عنه أنه المنطقة الأسبوعية شكلها سيء مش عاجبني السبب الثاني انه السعر الان نازل من سبلاي شهريه بقوه زائد نازل من لمسه للموفينج افريج بقوه فاذا الان انا قراري الافضل قراري الافضل هو البيع من فوق لو يطلع السعر لفوق لو هون في عندي منطقه ثانيه كمان من هون ممكن اشتري ممكن بعد حصول واو تريد على الاربع ساعات هنحكي عنه في الدرس القادم تريد طيب خلونا نحكي على أه وين نحط أه ستوباتنا وين نحط دخولنا في الصفقات ثواني بعد اذنكم خليني افتح الملف فايلز راح ابعث هذا الملف ويمكن في ناس عندهم موجود في هذا الملف لاحظوا الان تحديد مناطق الدخول ووقف الخساره طبعا اول شيء دخول الصفقه هو واحد لكل الازواج ولكل الفريمات كل الازواج كل الفريمات شلون يعني في الطلب انا مو عندي هون منطقه الطلب وهون في عندي فوق خط البروكسيمال في رقم عليه واحد فاصل كذا 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 الدخول كل الفريمات فوق خط البروكسيمال بنقطتين زائد السبريد شو هو السبريد؟ هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، فاذا كان السبريد نقطتين وعندي نقطتين فمعناها لازم احط فوق هذا السعر باربع نقاط الدخول. ركزوا معي في الطلب في الشراء بحط الطلب امر الطلب انا بدي احط باي ليميت ما بندخل نحن ام ماركت بندخل نحن باي ليميت بغض النظر عن الفريم بغض النظر عن الزوج دائما راح أحط الدخول نقطتين زائد السبريد فوق خط البروكسيمر. اما في البيع فراح نحط ناقص خط البروكسيمال بنقطتين بس بدون السبريد اذا هاي للديماند وللسبلاي كل الفريمات فوق خط البروكسيمال بنقطتين زائد السبريد كل الفريمات تحت خط البروكسيمال بنقطتين اذا الدخول بسيط وسهل وما في فرق لكن وين المشكله بتجيني بوقف الخساره طيب وقف الخساره يتعلق في الموضوع اذا كانت ازواج رئيسيه او ازواج كروسات او ازواج غريبه شو هي الازواج الرئيسيه هي ازواج الدولار السبعه اليورو دولار الباوند دولار الدولار فرانك الدولار كندي الدولار ين الاسترالي دولار النيوزيلندي دولار هاي الأزواج الرئيسيه طيب وقف الخساره اذا كان سبلاي وين راح احطه حسب الفريم كمان اذا انت داخل دخولك على فريم الساعه على الستوب راح يكون فوق السبلاي 8 نقاط زائد السبريد تحت الديماند ب نقاط طيب ليش ما حطيت هون سبريد؟ لاني اخذت السبريد من هون بينما هون ما اخذت السبريد، فاذا اما حتاخذ السبريد فوق او تحت. فاذا اذا كان على الاربع ساعات الستوب فوق السبلاي بدل ثمان نقاط 12 نقطه، كله مكتوب هون انت مش مضطر تحفظهم، لكن لما تدخل الصفقه بتجي بتشوفها. طيب ازواج الكروسات شو هي؟ هي السبع عملات هدول اللي كانوا مع الدولار بين بعضهم. الباوند استرالي الكندي فرانك النيوزيلندي كندي مش عارف شو ما بتكون هدول اسمهم كروسات كمان لهم قاعده معينه الساعه فوق السبلاي ب 10 نقاط بدل 8 نقاط الاربع ساعات 15 نقطه وهكذا هاي القواعد تبع دخول الكروسات طيب الازواج الغريبه اللي هي بقى الجنوب افريقي التركي الموزمبيقي والله ما نعرف شو ما بدك هدول اسمهم ازواج غريبه هدول الازواج القاعده تبعهم ببساطه هي السبلاي مثلا او هي الديماند بدك تحط ستوبك تاخد تاخذ تلت المنطقه تقريبا او خمس يعني بين 25 الى 35 او الى 30% من حجم المنطقه تحت المنطقه هذا بنسميه غرفه الحمايه غرفه الحمايه طبعا الاسهم السعوديه بتمشي نفس هذا الموضوع مثلا عندك المنطقه وليكن ريال ونص بتحط تحت المنطقه بنص ريال الستوب يعني خدها مع الازواج الغريبه والدخول لازم يكون فوق المنطقه بشوي هذا الملف رح ارسلكم يا ان شاء الله في سؤال عليه طبعا هو موجود كل شيء بالتفاصيل هون كيف تدخل على الـ لكن انا حوريكم بس امثله ليش مهم هذا ال... الويجر روم غرفه الحمايه اوريكم مثلا مثلا وين كان في عندي امثله هي الاسترالي نيوزيلندي شوف هاي المنطقه هون كان في عندنا منطقه طلب لو انت بدك تحط الستوب على الخط مباشره كان ضرب ستوبك هون لكن لانك راح تحطه تحت ب 30 نقطه فاذا المكان بعيد فاذا نزل ضرب المنطقه وشوف الصعود اللي حصل بعدها جاب ارباح ممتازه طيب شو عنا كمان مثلا امثله عن هذا الموضوع اعتقد عندي كان كندي فرانك كندي فرانك كندي فرانك آه فرانك وين المثال بعتقد هذا مثال هون كمان لو انك حتحط ستوبك على المنطقه مباشره حينضرب ستوبك اما بما انه في غرفه الحمايه فانت غالبا بتكون محمي شوف جابت اهدافك وزياده في سؤال على هذا على الوضع الستوب وين نحط ستوبنا او وين نحط دخولنا تحبوا اعطيكم مثال عملي مثلا انا اذا بدي اشتري وين مثلا بحط اعطيكم مثال عملي مثلا مثلا اليورو دولار انا وليكن انه انا حابب اني اشتري من هاي المنطقه طبعا هو بعيد المثال لكن مثلا انا بدي اشتري هون بيجي بطلع اول شغله بشوف خط البروكسيمال بشوف القاعده تبعي شو بتقول القاعده تبعي بتقول الازواج الرئيسيه فريم اليومي الديماند كل الفريمات فوق خط البروكسيمال نقطتين زائد السبيد برجع على مكاني هذا خط البروكسيمال اللي هو 97 897 زائد السبريد نقطتين والنقطتين صاروا اربع نقاط فاذا راح احط الدخول هذا من عيني راح احط الدخول 897 هذا 897 زائد اربع نقاط راح يصير 901 فاذا امر الدخول راح يصير 0.1.0901 هون بالضبط بتحطه فوق باربع نقاط ثاني القاعده هيك بتقول برجع بشوف انا وكيف بيحطوا الستوب الستوب وقف الخساره ازواج رئيسيه فريم اليومي الستوب تحت الديماند ب 25 نقطه برجع على المنطقه 838 ناقص 25 13 813 فاذا بحط 1.0 813 ستوبي فاذا دخولي 1. هاي صفر بالعربي صفر تسعمية واحد والستوب واحد فاصل صفر وثلاثة فإذا صارت ستوب بكله على بعضه حوالي ثمانية وسبعين أو ثمانية وثمانين نقطة لاحظ أنه المنطقة عرضها تسعة وخمسين لكن أنت حطيت عرض ستوبك ثمانية وثمانين نقطة فإذا هذا موضوع مهم جداً إذا بدك تحط ستوبك على المنطقة يا ما حتخسر ويا ما حينضرب لك ستوبات هاي غرفة الحماية هي غرفة في غاية الأهمية ونستخدمها دائما في كل الصفقات. طيب الكروسات ناخذ مثال على الكروسات نشوف مثلا شو عندنا كروسات يورو فرضا او ناخذ غير اليورو فرانكين ولنفرض نعم فرانكين نجي مثلا عندنا هون هاي المنطقه بدنا نشتري عليها الفرانكين طيب اول شيء بنروح بنشوف القاعده شو بتقول الدخول دخول الصفقه الديماند نفس الشيء كل الفريمات فوق خط البروكسيمال نقطتين زائد السبريد نيجي بنطلع فرانكين شو الستوب شو السبريد عندي وين الفرانكين فرانكين فرانكين هاي الفرانكين الستوب عندي ست نقاط 19 لل 25 ست نقاط 6 نقاط زائد نقطتين يعني 8 نقاط طيب راح اجمع 8 زائد 56 بيطلعوا 64 فاذا سعر الدخول هو 108.60 64 الان بنشوف الستوب وين حنحط الستوب بنروح نشوفه الكروسات على الفريم اليومي تحت الديماوند ب30 نقطه نرجع للمنطقة المنطقه تبعتنا ناقص 30 137 فاذا دخول الستوب 107.37 فاذا الفارق بين 64 و 37 هو حوالي 23 27 نقطة صار الستوب عندي 127 نقطة بدل ما يكون 89 صار 127 واضح؟ جدول خليه معك انت على ما تحفظه دائما جنبك كل ما بدك تدخل صفقة طلع عليه المحاضرة القادمة راح تكون إذا في سؤال أنا جاهز بس لكن المحاضرة القادمة بتمنى يحضروها كل السابقين اللي كانوا من قبل اللي كانوا موجودين قبل لأني ما ما أعطيت الواو تريد لدورة العرض والطلب قبل هلا فإن شاء الله راح تكون محاضرة مهمة جدا 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 إذا في سؤال تفضلوا وإذا ما في سؤال ممكن ننهي الحصة اليوم هذا المؤشر اللي هون هذا مؤشر الكيرف يعني اعطيك مثال شو بيعمل ما انا ما بستخدمه حقيقه طاول يعني لكن اوريك مثلا اذا انت رحت على الشهري جيت رسمت مثلا سبلاي ورسمت وليكن ديماند فطلع مباشره شو بيعطيك على الشهري او لو بتروح لليومي بيعطيك على الشهري انه انت ب 35% من الكيرف يعني انت لو قسمت هذا من الصفر الى المية فانت ب 35% من الكيرف تمام هذا هيك بيعطيك الكيرف الشهري والكيرف الاسبوعي والكيرف اليومي حي انا ما بستخدمه ابدا يعني لاني انا ما بيهمني هذا الموضوع اللي بيهمني مين المسيطر في الكيرف اكثر تمام طيب ان شاء الله طاعتكم مباركه ونراكم ان شاء الله يوم الثلاثاء باذن الله تعالى تصبحوا على خير